So you will leave, Alexander. We will miss you. Me too, but it's just 2 months I will come back. Until I come back, I want to leave this iPad with you. What this? This is a gift for me? No, but be careful while using. Don't use the application I talked about. Okay. Thank you. Goodbye, bro. We will miss you. اوف العاب عزوز ايش رايك بالهجمه؟ فنانه فنانه بيقول لك فنانه يسلك لك يا غبي. برافو عليك يا الكسندر. ياهو ايش من صوت شكر؟ ما هو انت بسخت ملابسي، انت السبب. اخوان هذا من البرنامج، ما ابغى اصير كفت. ترجعني يا ابوي احمد ربك من زينك يا فقي. يا اخوان والله انه كده حماسي لين التماس. يا واد خليك رجال ولا بتنسحب يا فقي. انا ما انسحب، انا شجاع. بعد ما اوف 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 سلامات اللي حست انتوا اياه معها يا عيال. سلامات وش فيكم انتم؟ هنا في مخ ولا ما في مخ؟ تعال تعال افهمك الموضوع كامل. اركدي كفته وش ذا نفس البكله وش السالفه؟ حبيبي صاحب الروسي الكسندر قبل ما يسافر خلي عندي جهاز، هذا الجهاز هذا فيه له برنامج فتاك. تخيل انك تغير الشخصيات، اتحداك تجيب زيه. من جدك؟ ايوه. طب عادي تعطيني اياه؟ لا امانه. واللي يعطيك 5000 ريال؟ خذ كفو. بس اسمع، ابغاك تعامل الجهاز كانه احد افراد اسرتك، وما تسويه باشياء سيئه. ابشر ابشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وايش بهم ذولا غدا وكذا؟ لا ما بهم شيء. شلون حافه ذا؟ أبوك الجهاز البطل. هاي أجعلك من بقايل وراك حولت يا واد. إيش سويت فيا؟ بهدلتني. احمد ربك هبايي، أنا اللي بحلم بعمري. التغيير زين يا حبيلك ولد العم، بس ويلك من عمي. تلبس هذا اللبس؟ هذه ملابس الجديدة. وكمان تقليد كفتة يا واد، تقليد الأعمى يضر. أنا أقلد كفتة؟ ليه؟ كفتة هو كريستيانو؟ بس قم أقلع نام، يلا أقلع لغرفتك. السلام عليكم. عليكم السلام. وينك وليدي؟ وش مؤخرك؟ بالعكس يبا، اليوم جاي بدري ومروق بعد. آمرني بس وش تبي؟ أبيك تنتظر في هالبيت. أبشر أبشر.
ايش اللي معك هذا؟ سم ولا شيء ولا شيء. كم النتيجة؟ اوف 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 4-0. مستواك ضعيف يبا. لا الأربعة لي. لك انت؟ اي لك ولا لا؟ لا لي. لا يقول لا لي انا. ها الحين انت مانشستر يونايتد؟ ايه انا مانشستر. وانت يبا منو؟ سيتي؟ لا انا محلي. إيه. بس اخذت اسيا. نعم. هلا كفته. ايه انا وعامر بالاستراحه. حياك كفته. بيجي؟ ايه جاي. عم عاد يا اخي غريبه، انا داق على كفته بس كنا شكش. شو السالفه؟ يمكن معه بالسياره شكش. بعدين ما تعرف كفته يحب يقلد الاصوات. يا ابن الحلال كفته، يلا يجمع له حرفين. تبيه يقلد اصوات بعد؟ صح. ايش بطني؟ يبقى شاي قهوة؟ يلا في الاستيشن. يا صديق روح جيب قهوة. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا والله بترك البطل. ما عندكم بيوت؟ أجي الظهر موجودين، أجي العصر موجودين، أجي المغرب موجودين، العشاء موجودين. يا أخي جوكم أنتم. وش سويت يا عامر؟ وش الثوب المخيص هذا؟ مفصله ب 120، ما كملت فيه 3 سنين وتقول مخيس. وش الجهاز الزين؟ هذا الجهاز البطل، يغير كل واحد لشخصية الثاني، وبعد يومين ترجعون لوضعكم الطبيعي. وش رايكم فيني يا عيال؟ يومين؟ كان جبت الغير ذا المخيس ذا؟ تكفى يا جوني ديب. المهم يا عيال، انا بدز باخذ لفة على البولي والتي ون. بس كيف اللبس يا عيال؟ كذا؟ صب شاهي. انا وتناظر بعد. اي هان صب شاهي. ابشر. هلا والله بعزوز. ارحب. اقول الشاحن حقك باقي فيه 30%. مش من زينان به متيك ايام شاحن الفهد. شكلك لاعب بالناس. التغيير زين والله. النباح الانبهالي صدق حطيت مترجم علشان يعرفون حسي. لا يا شيخ شكل سواليفك واجد. اقول عطني الشاحن بس. الشاحن مع الكساندر الرجال مسافر. اما عاد عندي تمر سكر حبات كبار على كيفك تداو. اقول هات الجهاز بس. ضايق الخلق عشان الجهاز يا حبيبه. كيفك يا عمو؟ هلا بسويلح. ها وشلون ابوك؟ بخير الله يسلمك. انت كيفك؟ وش هاللبس انت هذا؟ هو هذا اللي جاي عشانه. ولدك عامر سوى مصيبه بعد الشر عنك. وش مصيبته؟ شو مسوي؟ ولدك هذا سوى عجيل المجتمع، خلاه معصوب ملكي بالجبن بالموز بالقشطه كذا يعني. هلا صويلح، زين انك طقمت عشان نروح نلعب كوره. طقمتني والناس نايمين، اتصل عليك مندود عشان كذا جيت اشتكي. اقول انا لبسي بالسياره، مشينا نتاخر العيال. قم. مع السلامه يبا. يا الزلابه جاي تشتكي عند ابوي؟ تبي تسوي لي قروشه ومشاكل يا ورع؟ ايش اسوي لك؟ ادق ما ترد، نكبت عند اهلي، هيا رجعني زي اول. اسمع التبديل والترجيع بعد يومين. ايش ترجيع بعد يومين؟ تيشيرت انا تيشيرت؟ اقول لك والله اشتكيك وزاره التجاره، هيا اهجد. ايه يا قلق، لا تبلشنا، اليومين فيك. هي يومين اثنين، ايش يفكك مني بعدين؟ وخلصنا الشوبينج. ها قل لي وش رايك بالله بالجزمه الجديده اللي انا شريت؟ يا واد انت مجنون؟ جزمه ب 2000 ريال؟ يا حبيبي ايش عرفك انت؟ هذه جزمه ماركه عشان اذا لبستها الناس كلهم يطالعوني. الناس تطالع في الجزمه ولا تطالع في وجهك؟ يا هالتحلطم اخلص، وين تبيني اوديك؟ الكورنيش، قصدي لو في كورنيش بالرياض وربي يطلع حريقه.
يا الله شكلي بوديك استراحتكم، كلامك جابني الحموضة. يلا يا رجال كل عيال الحارة زايد أعظمهم زين ألا أنت؟ لا والله ونعم فيهم. والله لا هو نعم ولا هو شيء، كلهم زلايب يا رجال. تراهم حبيبين وطيبين. والله أنت الحبوب. أنت حبوب والله العظيم، مسكين أنت على نياتك. بسألك يا ياسر، أنت الحين وشي متغير لبسك ومتغير شكلك؟ شيك مالك دخل في لبسي؟ لبسي هذا أنا حر، مالك شغل فيه، لا تنمر علي. والله ما تنمرت، بس أنت الله اسكت ولا كلمة. آسف. لا عادي، بس بختبرك اختبار. ابى اشوف انت من والله ونعم فيهم ولا والله ما قالت. اختبر قول. عندك سلف 300 لنهايه الشهر؟ عندي. وتبطي تشدها. قايل لك انك زلابه ما تنعطى وجه. وش اللي خلاني امشي معكم؟ انا ما ادري وش. امشي انت قدام. يلا امشي. ما تنتهي المباراه الا انا فايز عليك 3. بدري عليك يا السبهة. ما هو يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة عفوا يا تروك 3-0 هذه تسجل بالتاريخ. بعدين وش حياتكم ذي؟ بلاي ستيشن قرب ورقة بلوت خلونا نلعب يا عيال. اقول يا عيال بلا بلوت بلا أنا طاقني الجوع، نبي ناكل. سلام عليكم يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. سامعين طارعشة؟ أبد. وش تبون قبل مباراة الإت والنصر؟ أنا أقول مندي. يا فقي، إيش مندي؟ نبغى بحريات، سمك مشوي، سمك مقلي. يا عيال، عندي لكم بالبيت طيور دخل، صيد شبيكة. جايبه لي واحد من العيال، ضبط عليه ذيك الكبيسة. إيش الدخل دي حقتك؟ الله يا الدنيا ولد العم، نسيت الدخل؟ أتدخل نوع من أنواع الطيور، لا تسوي ما أنت بعارف. يا أخي ما أشوف شو يقول. يا أخي فاضي إذا طيور وما طيور، طبخ حوسة تقع على البخاري نهاية الحارة 2 بخاري وخلاص. أحبكم الفلسفة بعد أقسم بالله. أما بخاري الحين يا عيال خلوها باستا ولا بيتزا، أنا مشتي أكل إيطالي. 1 2 3 4 5 6 7 يا عيال أنا بقفل على الموضوع. 7 شاورما شطة كاتشب مايونيز. بسلامتكم. وفي 2011 كانوا قد تعادلوا يا عيال حطوا مباراة برشلونة خلينا نشوف النتيجة كم. يا فقي لا يا عيال العالمي يلعب لا أحد يبدل. إيه عالمي بس بالترشيح. ما عليك يا كفتة بتفوزون اليوم. لا يا كفتة استمتع بس السنة الجاية نازلين أولى. قوية عطى إيه حطها في مناطق دفاعات الاتحاد. ترى بتروس يتدخل في الأوب والثاني الله يجيبه يا عيال هذا كفته ولا ذا؟ أبوك البلشة طف الجهاز. ألو هلا عزوز وينك فيه؟ طيب جايك الحين لا تتحرك. مع السلامة. هلا يا للبثارة. ما هو؟ أنت نفسية ترد كذا؟ اخلص علي وش تبي؟ أنا صحيت من النوم حصلت نفسي كفتة. يعني عامر لعاب وكاذب. كلها 48 ساعة وراجع وضعك طبيعي. يعني متى؟ يعني 3 ساعات 4 ساعات. يعني أحمد ربك من زي شخصيتك ذي؟ أنت الكسبان أنت وجهك. أنت نفسية؟ يعني
اسطرك يلا. يا نفسية انت نفسية. يلا. اللي يعطيك زارين وجه. ما بزروا عطناهم وجه والله. عامر ولا ورا ما تنصب موتارك. انصب؟ وش تقصد؟ تنصب الموتر توقف بذا شهر شهرين يجمع به الغبار. والله ياهو بيطلع نصب. يا غادي سكبه. اتحداك الجو البطل. اسمع جهازك شحنه انتهى. عساه ما جاء شيء تابلش مع الكسندر. لا ما جاء شيء بس انت شحنه. الا بسالك وش وضع الكسندر؟ ابشرك زعم عليك الكسندر يبي نستقبله من المطار. كفو كفو. خير ان شاء الله. 20 اتصال ليش؟ سلامات فاضيين انتم؟ يا ابويا عدت يومين ما صار شيء ايش الهرجه؟ عامر صاحبي رجيني شكوش. انا مبسوط كذا خليني زي ما انا. انا يا عامر ما عندي مشكله. الموضوع ما يفرق معي بس بشرط تركي يعطيني 1000 ريال لو بشخصيتي سنه كامله عادي. يا اخوي ما تعرف تتكلم انت. من زينك انتو خلقينك؟ عامر انا اطالب اني ارجع زي ما كنت. ايه الجهاز مع عزوز انا مالي دخل. مسوي نفسك طالع منها؟ يا ابويا كل اللي احنا فيه بسببك انت. هذا هو ناخذين جهازك. انا وش السالفه؟ لكبتني عامر رحت استقبلت الرجال من المطار وزعل علي. الكسندر صاحبي رجعني شكوش. يا فقي خليني كذا اصلا ما ابغى ارجع. sit next to them please. ارتحتوا الحين؟ مسوين زحمة والشارع فاضي، من زين شخصياتكم الأساسية أصلاً. وراك تسوي بتذا، حسبي الله عليك. أركب هديتي. احنا شباب